صباح الخير مشاهدي الام تي في بلبنان بمختلف انحاء العالم عم تتابعوا صبحيتنا المباشره على الهواء. نهار جديد بيطل علينا وبالرغم من كل شيء نحن مستعدين للرقص، مستعدين للفرح، مستعدين ندوي على الاخبار الحلوه، لانه دائما الاخبار البشعه هي اللي بتاخذ هيك الحيز الاكبر وهي يلي بتطلع على كل وسائل الميديا وكانها هي الستار. لا، الستار هي الاخبار الحلوه، اليوم نحن رح نركز عليها. بيروت نضالها وبيروت قوتها وبيروت جمالها بانها دائما مستعده تفرح، دائما اسواقها مفتوحه بالرغم من كل شيء، دائما مستعده بيروت انها تضوي على مبدعيها وعلى فنونها وعلى جمالياتها بالرغم من كل شيء. هيدا هو جمال بيروت، مشان هيك كل العالم بحب بيروت، حتى الاجانب بيجوا بيقعدوا ببيروت بس لحتى يعيشوا فيها، مش لحتى يتفرجوا على شوارعها. وبعرف انه عشقة سير، وبعرف انه بلكي اشارات السير منا منظمه، وبعرف كثير اشياء، ولكن مع هيدا وكله كثير من الاجانب بحبوا يجوا يعيشوا ببيروت هالخبره يلي منا موجوده باي مكان ثاني بالعالم. نحن برنامجنا اليوم اكيد مواضيع عديده ورح نروح بنجول باسواق بيروت وبشوارع بيروت، ولكن البدايه رح تكون مع زملائي اللي صاروا جاهزين بالاستوديو. رح شوف مع ستيفاني وجاد شو الجديد. بونجور. بونجور كاتيا، كيفكم اليوم؟ كثير منيح. صافا؟ علقت بالعجقة؟ لا والله بقى أنا بجي بكير ما علقت بالعجقة، بس طبعا في عجقة يعني إنه منيح يعني نقول للمشاهدين إذا في عجقة ولا لا، لأنه هن هلا ببيوتهم عم بيحضرونا. اليوم أنا ما علقت بالعجقة، نزلت من البيادة عن نقاش، أبدا أبدا ما كنت عجقة. حسب أي طريق سلكة يعني. ولكن جاد علق بالعجقة. من وين جاي جاد؟ من صوب بيروت يعني تقريبا. صوب الداون تاون. عجقة كانت يعني غير طبيعية، أول مرة هيك يعني، بركي لأنه مدارس هلا. هلا بعد شوي بنعرف ليش. مدارس ولا اكيد. شو عندك اليوم جديد ستار؟ اليوم مثل ما قلت قبل بشوي عندنا اليوم سبرينغ رولز من الدجاج والقريدس، كمان عندنا ايت رايت شيء كثير طيب مع شيف جاد. مش هو ولا مقلي؟ هيدا دغري السؤال. اكيد مقلي. ويل سي، اكيد مقلي. سبرينغ رولز مش هو مش طيب. بينشوى بس ما كثير طيب. اوكي. لا طيب طيب تعود. عنا ايت رايت اليوم مع رندا، وكمان عنا هلا بعد شوي رح كون معك واب تو ديت مع اخبار جديده للمشاهدين. شو الجديد جاد بتكنولوجي؟ تكنولوجي في شركه قامت باربع افكار تعمل سوبر باورز للانسان، بدل ما تنلبس بالايد حتنلبس تكون مقطع من الجسم. سوبر باورز؟ ايه اوكي. سوبر وومن. يعني بتخلينا نعمل شو؟ بتخلينا اول شيء ظهرنا يصير اقوى، ايدنا تصير تتحرك بطريقه كثير جلسه، وحتى سمعنا يصير سوبر. اوكي رح نشوفها بالتفاصيل. للكبار بالعمر يمكن كمان. ايه مساعده مهمه. ما هيك؟ اوكي بنشوفها بعد شوي، بس نحن ما في شيء بيقدر يخلينا سوبر دانسر الا هبة. بونجور. كيفك هبة؟ الحمد لله ماشي الحال. رح نرقص معك اليوم. ايه رح نعمل زومبا. اوكي. وسالسا اورينتال ميكس، ان شاء الله تحبوها كمان. وكلكم كلكم هون وبالبيت مدعوين كنت تقوموا وترقصوا. اورايت يلا ناطرينك بعد شوي. اما هلا رح نروح على بيروت، رح ننزل على الحمراء مع كاميرا زميله منى جلوان لنشوف ليش اسمها الحمراء. الحمراء؟ ليش مسمينا الحمراء يعني؟ هذا السؤال اللي 50 سنة بالحمراء وما بعرف ليش سموها حمراء. ما بعرف والله. عمري 40 سنة بسمع شارع الحمراء، أهم شارع بلبنان. لا ما بعرف. لا هيك ما بعرف، تسألي الماما. في شيء أحمر أو في شيء مثلاً بناء أو حدا العائلة مثلاً ممكن كمان. كان في عائلة من بيت الحمراء هون، هي أكبر عائلة موجودة ببيروت. أكيد منطقة الحمراء سموا المنطقة على اسم هالعائلة. شو هالشارع الحمراء؟ لا والله ما عندي فكرة. حمراء لأنه المؤسسات اللي فيها بتلفت النظر وبتريح النفسيات. يعني لابد إنه يرمز لشيء، يعني شيء أثري أو شيء مميز يعني هيك، فاطلقوا على شارع الحمراء يعني. لا لا لا. I don't actually. لا لا والله. ليش؟ جنسيه بادتو. نو. هم مسمينه هيك يعني، خلقته مسمينه الحمراء.
يعني مش كتير عندي فكرة في أنه بسموها حمرة هنا، بس هي نحن خلقنا بالربينة لأنه اسمها حمرة لأنه فيه كل شيء شير الحمرة. والله في مجموعة معالم يعني. كيلو بخمس البطاطا صار 45 لأنه شارع تجاري سموه شارع لأنه شارع تجاري أكثر شارع، والأرض تاعته كانت حمراء، الأرض هي طبيعتها حمراء سموها الحمراء يعني شارع الحمراء. كان في هون كان كله صبير وكان تين وكان عودات كلها، يعني لما يكون يروح الإنسان بده يظهر شمة هواء يقول له مشي على شارع الحمراء. إذن كاميرتنا عم تجول بشوارع بيروت وصلت للحمراء، يعني اسم الحمراء منه غريب انه يتسمى الحمراء. صح، بس على كل حال تعرفي انه في مناطق كمان دول العربية عندها نفس اسماء الأحياء ببيروت. ببيروت صح، والمناطق صح ببيروت طرابلس. بس مبدئيا الحمراء يلي هو يعتبر شانزليزي تبع بيروت، يعتبر انه بلكي في عائلة مشهورة كانت موجودة بالحمراء، كان عندها قصر بالحمراء وسمي على اسمها. يعتبر انه الطبقات الاجتماعية المهمة كانت موجودة بالحمراء، وبلكي الأحمر لون الرويال ما بعرف، يعني مش واضح. انت وانا اليوم هيك اليوم حمر ما بعرف، ما انه واضح بالتحديد ليش سميت الحمراء، ولكن يقال انه في عائلة بيت الحمراء كان موجود، او انه كان في تراب أحمر بغطي هالمنطقة من بيروت لسبب او لأ. الاعتقادات كثيرة كثيرة خدوها مثل ما بدكم، فما رح نعرف ليش. المهم انه الحمراء هي قلب بيروت النابض، او انه الحمراء فعلا ان عم بتكون من زمان وجاي مطرح كثير مهم، ان كان ملتقى فني، ملتقى ادبي ثقافي، ان كان اسواق المهمه، ان كان المسارح، ان كان الاوتيلات، يعني منطقه كثير مهمه. كافيه التواليت بلشت بالحمراء طبعا، خاصه كمان لقربة من الشاطئ، يعني بعيده عن الشط بس قريبه على الشط، ولعلوها يعني هالعلو البسيط عن الشط بيعطيها كثير. والحمراء يمكن من اول المناطق يلي كانوا يروحوا على الشوبينج مشي، يعني محلات على اليمين وعلى الشمال، كيف ما برمتي في محلات تقعدي تاخدي قهوه ترجعي تكفي، سو منطقه كثير حلوه. اما الاخبار الثانيه اللي رح نخبركم عنها اليوم هي طبعا التمديد، يلي صرتوا عارفين انه ما في انتخابات مبدئيا بعد شهر، الانتخابات رح تروح لل 2017، يعني معنا كثير وقت نحضر حالنا ونكون بالمود يعني هيك ونستقبل 2017 نبقى نفكر بالانتخابات فيها على رواق. المهم انه هلا تمديد، طبعا مش الكل حابين انه يكون في تمديد، ولكن في ضغط معين رح ينشل، ما بعرف وين الأفانتاج، إذا شيء منيح ولا شيء مش منيح نحن ما بنعرف، نعرف أنه هيك رح يصير. منيح لمين؟ للنواب ولا لأنه؟ ما بعرف، ما بدي فوت أبداً فيها. خبرية حلوة، كفيف بيشوف زوجته لأول مرة بعد 30 سنة. كفيف اسمه لاري هاستر، عمره 66 سنة، أبصر النور بعد 30 سنة من الإصابة بالعمى، وشاف زوجته لأول مرة، خبرية كتير مهضومة، بمركز ديوك للعيون تم زرع عين إلكتروني للاري هاستر، وبلش يصرخ يس أو ماي جاد يس آي كان سي، نعم يا إلهي نعم أستطيع أن أرى. وزوجته كانت كتير مبسوطة كمان أنه أول مرة شافه لا هي شافته قبل، بس هو أول مرة شافه. من هينة يعني أنه أول مرة بعد كم سنة؟ هاي خبر 30 سنة، بعد 30 سنة الواحد يكون عم يقدر يشوف. هاي خبرية كتير حلوة أنه عم بيقدروا يزرعوا عين إلكتروني. هلا هي انه ما بيقدر يشوف فيها 100%، ولكن صار يقدر يشوف النور شوي ويشوف شكل الأشخاص. يعني مع الوقت اكيد هذا مرشح للتطور. صح، منيحه هالتكنولوجيا عم توصلنا لمحلات حلوه. خبريه ثانيه، من هي المراه التي تقود المقاتلين الاكراد في عين العرب؟ هي امراه واسمها ميسا عبدو، بتقود المقاتلين بكوباني بشكل فعلا مميز، وقادره تتواصل معهم بطريقه مختلفه عن الرجال، لان قادره تتواصل مع كل شخص بتحس معه وبتحس فيه، بتعرف شو قدراته.
ما بتعامل الجميع على انهم بقطع واحد، يعني عارف قدرات كل شخص، وهالشيء اعطيها كثير قوه لانه عم تقدر تستعمل قدرات كل مقاتل من المقاتلين يلي معها. يعني اخذت ميسا عبدو في بنات كمان شهره كثير، طبعا رح يكون مع صبايا، اخذت شهره كثير كبيره بالاوساط العالميه، يعني كونها هي يلي عم بتخلي كوباني واقفه على جريا. منا شغله هينه، اهم شيء المراه. هلا بس مش اهم شيء الحرب. الحرب صح، سحبت ال 100 مليون عم تفتش على عريس، وبيتنافس الاف الخطاب من جنسيات مختلفه على طلب ايد سيده اعمال سعوديه. اعلنت عبر صفحتها على تويتر عن رغبتها بالاتصال بالارتباط بزوج بتحبه بس بيقبل بشروطها يلي هي، وقالت عن تفاصيل حياتها: انا مطلقه من دون اطفال، عم تبحث عن رجل بيحبها، وانا فقط املك 100 مليون بس عندها 100 مليون ورثتهم من بيا، وعندها شركه بتديرها كمان، وعمرها 39 سنه وبدها ولد. انت عم تعملها دعايه كلها يعني. اذا بتحبوها عم تعملها دعايه كامله، دفعت لك دعايه كامله. هول ال اذا حدا انترستد يعني بنبعتها على عروس وعريس يدبروا لها. المهم يحبوها لها مش لمسؤوليتها. لا خبريه مهضومه، والشغله انه تهفتوا كل العرسان كل الطبقات الاجتماعيه، يعني حتى اللي ما بعرف عندهم بوستات كثير مهمه. الحب اعمى. ايه اعمى كثير لدرجه. خبريه ثانيه مش معقول، يعني هلا على بسبب التواصل، يعني وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه تويتر وفيسبوك والى اخره، كل ما واحد حكي كلمه اذا غلطه مطبعيه. طب انا كمان بطبع غلط اوقات. نعومي كامبل. نعومي كامبل بدل مالالا ملاريا مش الحال، عم بتهني مالالا هالصبية يلي فريمان يعني كان عندها امباكت كتير مهم بالعالم، كونها أخذت النوبل برايز للسلام بعد ما كانت عم تناضل وبعدها عم تناضل لحقوق النساء ولحقوق الفتيات بالعلم بباكستان. غلطت نومي كامبل بدل مالالا قالت مالاريا ورجعت اعتذرت، بس قامت يعني كلنا بنغلط يعني بالطبع، خاصه مع قالت انه منا كثير صحبه مع الايفون، بقى تركت الحق على هلا هو عذر يعني عزر. بس انه اكيد ما فكرتها مالاريا يعني. بعدين ما تنسي انه الفونز هلا بيصلحوا لك هن صح، فيمكن ما بس حسب لانه نحن بنكتب كمان بالخط الانجليزي بس بالعربي كمان ما عم بيقدروا ما عم بيلحقوا علينا الفونز. يعني حتى اثنيناتها بنحبها لنومي كامبل. لا حرام يعني ايه انه تروس شو كيف ماشي يعني بيصير الحديث خلص بتنتهي حديث عن الحروب عن اي ملي ما عندها اي كيو ما بتعرف تكتب وهيك وغلطة طبع مش مشكله مشونا. بدنا ننتقل للتوداي سبيك. صوره اليوم اخذناها من موقع الام تي في بالالكتروني، صوره فنجان قهوه تقليديه الاكيد انه طعمتها شو معها هيدي؟ شو معها؟ حلاوه قوليك؟ لا هيك قهوه على بكره يعني راحه ايه او ما بعرف راحه ملبن شيء هلا بدنا نطلب قهوه بعد شوي. اوكي هيدي هي كانت الصوره. طبعا في كمان صور انتم فيكم تبعتوا لنا اياها مثل هالصوره او اي صوره ثانيه معبره بالنسبه لكم، نحن بنحطها على الهاشتاج وكمان بنشوفها ب ام تي في الايف. فيكم كمان تشتركوا معنا بالبرنامج ان كان بالريلوكينج او بالكوكينج، او اذا كان عندكم اي فيديو انتم حابين انه تفرجونا اياه، فيديو يكون مهضوم. يمكن بتعرفي نحن عم نركز على الفيديو اللي فيه اشياء طريفه، فيه يكون فيه اشياء حلوه صح، يعني صح. كمان مش ضروري بس فيه سياحه بمنطقه معينه من لبنان بتفرجينا اشياء بلكي ما بنعرفها كمان، بس ممكن بس مهضومه تكون اكيد لنحطهم بالفيديو. اكيد كل شيء حلو مرحب. التودايز كود: ليد فولو اور جيت اوت اوف ذا واي، اوضح من الطريق او خلونا نشتغل. خلونا نشتغل، فلازم كل واحد يكون عارف يعني مكانه
ويشتغل مطرح ما هو كمان. وما قدرته يشتغل مطرح ما هو وحظه كمان بالحياة أول. صح. بس يشتغل مطرح ما هو قد ما لازم ومثل ما لازم لحتى لين نكون كلنا عم نقوم بهالمجتمع. أخبار أكيد حلوة بس في كتير أخبار مش حلوة نحن مش رح نحكي عنها اليوم. لا مش رح نحكي عنها ما قلنا بس التأس يعني مجبورين جزئية مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة بتحول عسرا إلى غائم مع أمطار متفرقة مثل هالكم يوم اللي مضيوا يعني مع احتمال يعني حدوث بعض العواصف الرعدية. أنا بحب هيدا الطقس. أنا كمان بحب هيدا الطقس خاصة إذا قاعدة بالبيت عم بحضر up to date. هيدي كانت up to date لليوم. هلأ رح ناخد وقفة نكون مع أوتو فوكس ونرجع منتابع لايف.